الله ما يتقبل. ان شاء الله وكل عام وانتم بألف خير. الشيخ الرابطة كلمة له شكرا. الله يجزيه الخير يعني. الله شكرا جزيلا ابو على هذا الجهد الكبير التي يقوم بخدمة أبناء الجاليات في كل عام. أيضا نحن باسم الجاليات العربية والإسلامية أيضا نقدم الشكر الجزيل لشيخة الرابطة في العاصمة الدرمكية. يلا التقينا مع الشيخ الرابطة الإسلامية. رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبارك لإخواننا المسلمين بهذه الليلة المباركة، ليلة القدر التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بإحيائها وإقامتها والحمد لله. وبدأنا بالإفطار بفضيلة الله تعالى، بفضل الله تعالى، وكان العدد عددا جيدا مباركا. ولهذا يعني أشكر الله على نعمه الذي وفقنا لهذا، كما أنني أشكر الإخوة الذين قاموا بالعمل من إعداد الطعام، وأشكر الإخوة الذين ساعدوا من قام بإعداد الطعام، وأشكر الإخوة الذين بذلوا في من أجل شراء الحاجيات، كما أنني أشكر أختين مسلمتين يعني قدمتا شيئا من المال من أجل المساهمة في نفقات هذه الليلة المباركة. وأشكر كل من قدم شيئا عينيا أو ماليا للمساعدة في إنجاح هذه الليلة المباركة. وتقبل الله تعالى منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن باسمنا نشكرك يا سيد الشيخ على هذا البذل والجهود في كل عام تقوم به بإحياء ليلة القدر وإطعام المئات من المسلمين، ليس فقط الفقراء وإنما كل الأسر. أنت دعيتهم قبل أسبوع للحضور لتناول الفطار في ليلة القدر. الحمد لله الرابطة الإسلامية في الدنمارك تقوم في هذه الساحة على خدمة جميع المسلمين، فهي لا تفرق بين جنسية وأخرى، ولا تفرق بين ذكر وأنثى، وإنما وضعت نفسها في خدمة الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والسلام عليكم ورحمة الله. وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. شكرا جزيلا. إذن أيها المشاهدون الكرام، هذه الكلمة من الشيخ الرابطة البرازي وإمام المسجد على هذا الإيضاح. حي على الصلاة. احنا الحمد لله قضينا شعائر شهر رمضان المبارك على أتمم وجه. كنا كل يوم نحضر هون ونصلي صلاة الترويح مع الأخوة، وكان المسجد دائما مليان. ونحن نشكر جميع الأئمة الذين أشرفوا على هذا المناسبة الدينية. نأمل أن نرجو من الله أن تعود علينا كلنا بالخير والبركة. وكذلك نشكر القائمين على هذا المسجد، ومنهم الدكتور عبد أبو محمود البرازي. إن شاء الله تعود علينا المناسبة بالخير والبركة والصحة. كل عام بخير يا حاج. بخير. شكرا جزيلا عن هذه الكلمة. نحن إن شاء الله في هذه الليلة المباركة
سنحاول قدر الإمكان ما شاء الله القبول أن نقوم بشيء من العبادات ثم إحياء الفتلة. نبدأ أول شيء بدأنا بالإفطار ثم الآن صلاة العشاء بعد التراويح. هنا أمر لا أريد أن أعدده لأنه يعني موجود في كل مكان بإمكانكم ترجعوا إليه وترون المقعد. لكن الشيء الذي أحب أن أقوله من بعد الإفطار سماد عينا للناس جميعا نحب أن ندعو لهؤلاء لأنه من حقهم علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم. في ناس اشتغل وعملوا، في ناس صار لهم من الصباح والنعم يشتغلوا يعني قريب من الظهر والطبخ والإعداد وكذا، ناس آخرين مساعدين، ناس آخرين شفتوا كيف يعدون العمل. لهذا ناس أنفقوا في نساء اثنتين، واحدة اسمها الحجة محمد والثانية أيضا أخت كريمة مباركة، يعني تصدقوا أيضا في من أجل الإفطار. فمن حقهم علينا جميعا أن ندعو الله لهم، لا أريد منكم شيئا آخر إلا هذا، لأنه واجب علينا أن ندعو الله تعالى لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر اللهم بأخطائك الخفية والمسلمين يا رب العالمين. نقول بالنسبة لمن تصدق وتبرع وعمل واشتغل، أكل طعامكم الأبرار، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. اللهم أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا، اللهم متعه في شبابه، اللهم هنئ آكليه، وأخلف على بابليه، واجعل البركة فيه. نقول لهم بارك الله لكم فرحمكم فغفر لكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر في هذه الليلة المباركة للجميع، لجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن قام بالعمل في هذه الليلة المباركة، لمن طهى الطعام، ولمن أنفق على الطعام، ولمن ساهم بعمله وجهده، ولمن بذل أي جهد. اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله والله تعالى. يسأل رسول الله ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أي أهم دعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمها لزوجته، فلذلك احفظوها وأكثروا من الدعاء بها في هذه الليلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وعن والدي وعن أخوتي وأخواتي وكل من يدعو لي بظهر غيب ولموت المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولكل أصدقائي وأحبتي. اللهم إنك عفو تحب العفو عني وعن والدي وعن موتى المسلمين جميعا. هذه الكلمة كل أمين، هذه الكلمة كلمة الشيخ الرابطة الإسلامية. الشكر لكل من قام على هذه الموائد، فطار رمضان وخاصة في ليلة القدر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لشبكة راديو الدنمارك الخاصة أبو الأمين، نلتقي بكم إن شاء الله في صلاة العيد في البلاهوي الذي تجمع عشرات المساجد بل آلاف أبناء الجاليات العربية والإسلامية في مملكة الدنمارك بأداء صلاة عيد الفطر السعيد في البلاهوي خارج الساحة كالمعتاد. نأمل أنه ليس يكون لكل فئة من أبناء الجاليات مصلى يحيون صلاة عيد الفطر السعيد، بل يتجمعون
ويتقاربون إلى ساحة البلاهوي ولا يكونوا يعني بقية أبناء الجاليات التي تقوم بصلاة العيد كل جالية لوحدها، بل التجمع مع بعض والصلاة مع بعض يحيى شعائر رب العالمين، هذه الشعائر وهذه الفرحة التي ستعم على أبناء المسلمين، لأن فرحتين للمسلم عند إفطاره وعند لقائه لرب العالمين، أي يعني كمان صلاة العيد. كبروا وافرحوا وتهنوا، كل عام وأنتم بخير. أبو الأمين يحييكم في هذا اليوم، إلى اللقاء. فيك والله يا شيخ ما قصرت والله، بارك الله فيك يا شيخ ويا أخي أبو الأمين، يا حبيب الجماهير أنت، يا حبيب الشعب يا أبو الأمين، الله يبارك فيكم جميعا. كانت يعني رائعة جدا جدا هالسنة هاي، وكان في نظام في الجامع وكان في نظافة حلوة كتير ما شاء الله، والله يبارك بالجميع وشكرا للجميع. شكرا لك وكل عام وانتم بخير. انت بخير يا ابو الامين، الله يبارك ابو علاء، الله يبارك. شكرا جزيلا، شكرا على راسي والله. اود ان انوه لاخر كلمه، لان صلاه العيد في هذا المسجد، صلاه العيد الفطر يوم الجمعه باذن الله تعالى في تمام الساعه 9 صباحا، اذا الساعه 9 صباحا تكون صلاه عيد الفطر السعيد في هذا المسجد. ما شاء الله، هاي الاخوه الاخوين زينغ وريغو، ما شاء الله ما شاء الله، ابو الامين محفوظ يا زلمه. نعم 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 نعم. اي واحد حبيب ابو الامين، اسمع والله الواحد من سنين ما بشوفش بعض، ولكن بشوف يعني بصدف قليل، ما شاء الله. شكرا جزيلا. فأخذوا هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذه وهذا فعلنا لي إن شاء الله أن ندعو الله. عبد الله سبحانه قلبي يا أبو المسلمين. نعم المراسل أبو الأمير متابعنا، أنت متابعنا في الأخبار، ها طبعا متابعني. شكرا جزيلا احبابي، بارك الله فيكم، احنا معاك ما شاء الله، عندك دائما في المواقف الحلوه دائما معاك، ما شاء الله في الكلمات. طبعا انا سعيد جدا بمحبتي واصدقائي، نشوفكم مش يعني الا بالمناسبات. اقول لكم بهي كل عام وانتم بخير وانت بألف خير دون المعنى الى العصائر والمغفره. فاللي بده يتفضل اهلا وسهلا، شكرا جزيلا حبيبي، كل عام وانتم بخير. انا بشكرك جدا على انك انت مهتم دائما بصحة المسلمين في المسجد، فياريت انك توجه رسالة لكل اللي بيجوا على المساجد اذا كان عنده اي مرض انه يلتزم البيت، لانه خذوا زينتكم عند كل مسجد، ياريت توجه هاي الرسالة للجمهور. اي واحد مريض مرض معدي لا ينبغي ان يأتي الى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا. فأي واحد عنده شيء مؤذي للناس سواء بريحه أو بمرضه أو أي شيء يؤثر على الآخرين فإنه لا ينبغي له أن يأتي إلى المسجد، فليبقى في بيته أفضل، وتسقط عنه صلاة الجمعة التي هي واجبة أصلا. وأما إذا كان مرضه غير معد فمرحبا به طبعا، لا نمنع أحد مساجد الله، ولكن نلتزم مع بعضنا بعض الآداب ويتحمل بعضنا بعضا. شيخ، بالنسبة لطول شهر رمضان، هاي الليلة 27 من أول شهر رمضان لغاية اليوم،
والناس يعني تقوم بهذا المرض اللي هو العطاس ويعني السعال، هل هذا معدي؟ لأن الناس كثير يعني تتذمر من هذا. طبيبا، هناك أمراض مثل كورونا والسعال هذا يعدي، ولكن هناك أمراض أخرى غير معدية، الذي عنده سرطان في الرئة وعنده التهاب في الرئة وفي الحلق فهذا غير معدي. شيخي أشكرك جزيل الشكر على هذا التوجيه والنصح لكل المسلمين اللي يعني يردون المساجد وخاصة التجمعات، إذا كان مريض يلتزم المنزل وتسكت عنه الفريضة، إذا هو يعني لا تسكت عنه الفريضة ولكن يسكت عنه المطالبة بإيتاء المسجد. بإيتاء المسجد. نعم. شيخي الاسم محمد لبن. أهلا وسهلا بك. طبعا إمام في مسجد الرابطة الذي أمر المسلمين طيلة شهر رمضان بصلاة التراويح، وكان يعني يقوم بأداء الصلوات التراويح طيلة شهر رمضان. نشكر جزيل الشكر على هذا التوجيه والنصح، ونأمل نأمل نأمل من كل من يستمع لهذه الكلمة أن كل إنسان مريض خاصة عنده ربو وعنده مرض صدري أو رئوي وعنده سعال دائم، يا ريت يا ريت يا ريت يكسب أجره في منزله، ما يأتي إلى التجمعات ويؤذي المصلون. خذوا زينتكم عند كل مسجد. إلى اللقاء. أيوة. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وهي احنا من متابعين الاخ ابو الامين، واتصلوا فيه ناس من المغرب الان كمان بيتابعوا ابو الامين، ساهر عكاش ومحمد زمزم وناصر الجربي، كل الشباب اللي بالمغرب كمان بيتابعوه. تحياتنا للجميع، وانا اشكر كل احبائي واصدقائي، وانا دعيت اليوم في انه اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني وعن اصدقائي ومن يدعو لي بظهر الغيب. انا دائما امين يا رب العالمين، اصدقائي واحبتي وموتى المسلمين جميعا. امين امين يا رب العالمين، كله امين. شكرا ابو محمود، يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. انت بخير حبيبي، شكرا. السلام عليكم شيف، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. ايوه فلي ودو ايدي كوك كلبك لامك ريس كلبك لام ريس ريس وسليت بيجي تابل نو بيجي تابل رمضان كل نو بيجي تابل كيو 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 مكنسي مكنسي كود ما شاء الله ما شاء الله. ساوس and this يعطيك العافية يا حاج، يعطيك العافية. مين انت؟ ابو الامين. انت ابو الامين مراسلنا. انت كيف انت مشهور؟ نعم ابو الامين عالم على نار مشهور. ابو يوسف يعطيك العافيه، خمس كارات. شكرا ابو يوسف. ابو يوسف يعطيك العافيه. العافيه. اليوم بس بدي احكي لي بالعربي شو نوعيه الاكل اليوم محضرينه في ليله القدر في هذا المسجد، شو محضرين يعني؟ شو الاكل النوعيه يعني؟ والله هذا اكل باكستاني، رز على لحمي على صوص باكستاني بندوره. يعني الصوص يعني مشكله من بندوره وبهارات. طبعا هذا تشيلي وما تشيلي وال بتعرف شو بحط فيها؟ خلطه سريه بس فيها شويه حركه. نعم. بتحب تشعط شوي. هاي نوعيه الاكل اللي بحطوها يعني دائما للصائم، يعني بحطوها بصحن خاص لحاله يعني على مع الرز. نعم وجبه الرز السنه مثل ما انت شايف هناك في اطباق مثلين، شايف هاي السنه الرز عجب لك واحد؟ نعم. هذه الوجبة. هاي وجبة. تجهز لكل إنسان يحضر لتناول الطعام. لكل صائم. قليل من السلطة ورز لحمة. السلطة حر هو اختياري. فوق.
بس هو الوجبه اللي باخذها من الطباخ. الطباخ اللي بحطها يعني. نعم. عدد الناس اللي بيجوا اليوم كم؟ يعني تقريبا. يعني 200. زي شخص. هذول الناس اللي بيجوا هنا مش محتاجين يعني، ولكن هذه يعني تجمع كل انسان بحاجة ومش بحاجة يعني. نعم صحيح. مش انه فقير او لا او مقطوع او عايش لوحده او كذا. الجميع طبعا مرحب فيه، جميع بيجي بيحضر وجميع بيشارك مثل ما انت شايف. هاي اخ شكرا شكرا. شايف واهل المسجد اللي بيصلوا في المسجد اهلهم اللي بحب يجي يفطر. نعم العائلات يعني او الاسر مهما كانوا الجميع. نعم شكرا جزيلا ابو يوسف المؤذن طبعا في هذا المسجد ايضا يعني على هذا الايضاح. ايضا في حلويات وايضا يوجد عفوا استاذ عمر ممكن نشوف شو اللي حامله انت. تعال جاي هذا جلاب. شكرا جزيلا. كمان بتقدموا جلاب انواع التمور ايضا هنا موجوده يعني بانواعها تشكيلاتها باحجامها يعني ما شاء الله. كل هاي الانواع مقدمه الفلسطيني التونسي والمياه المعدنيه ايضا. نعم نعم هذا بس فقط تمور مقدمة أيضا تجهز الآن بعد أنه يقوموا بعملية الانتهاء من عملية الطهي. هذا كمان الموز يوضع مع الطعام مع الطعام وبعد الأكل ما شاء الله. السحور كمان في سحور في سحور كمان. نعم السحور لحم خروف. هسه هاي لحمه اجل العجل. هاي لحمه اجل. نعم على السحور للناس اللي بتضل يعني عددهم اكل. شايف في لحمه خروف للسحور. للسحور ما شاء الله. طبعا بالاضافه للموز وما موز وتمور وطبعا عصاير. وفي طب عصاير طبعا العصير انا شفت يعني كمان البراد معبى يعني ما شاء الله يعني. ها احنا نشوف كمان الثلاجه هون. شوفوا ما شاء الله يعني كلياتها هاي كمان عصائر متوفرة. معنا أيضا كثير ناس بيقوموا بخدمة أبناء الجاليات في تحضير الأطعمة وأيضا تحضير ليلة القدر في كل عام في مسجد الرابطة. أنا مع أيضا أخونا وحبيبنا أبو محمد. أبو محمد يعطيك العافية. أنت صار لك أكثر من 4 أيام بتحضر لهي الوليمة. طبعا هاي الوليمة أعداد الناس اللي بتيجي من جميع مختلف أبناء الجاليات الإسلامية والعربية في الدنمارك. طبعا هذه ترمز على ماذا؟ أنه تعملوا هاي ليلة القدر وإطعام الناس اللي بيجوا على صلاة التراويح عشان نجمع المسلمين مع بعض هون ونقضي ليلة القدر إن شاء الله. إذا تقديم روابط بين أبناء المسلمين مع بعضهم يعني مش ليست الحمد لله. إذا ليست هذه الوليمة مقتصدة فقط للفقراء أو المحتاجين وإنما ما في فقراء طبعاً لكن هذا يعني الترابط والتراحم بين الناس. هاي المعنى يعني حتى الغني والمش غني يعني يأتي هو وأسرته كما أعلن الشيخ. كلها فقر لله. إذا كما أعلن الشيخ أبو البرازي على المنابر منذ أكثر من أسبوع وهو يدعو الناس والأسر يحضرون لتناول طعام الفطار في ليلة القدر 27 من رمضان 1444 هجريا لهذا العام في كل عام إن شاء الله. نشكره على ذلك. هو كل سنة إن شاء الله بنساوي هذا البرنامج إن شاء الله. وأنا شايفك سعيد جدا أنك أنت يعني قمت بهاي التحضيرات وقمت أيضا بشراء بعض الأمور لتوفيرها للمطبخ. الحمد لله. أبو محمد يعطيك العافية كل عام بخير. جزاك الله خير أبو الأمين. شكرا جزيلا. هذا اليوم خبز اليوم. هذا امبارح نفس الشيء. نعم هذا خبز اليوم. إذن هذه العلب هي المتوفرة لتقديم الطعام فيهن. السلام عليكم شيف. انت لو صلات ولو ماذ مثل لو ماذ تسيست رمضان ان شاء الله
قال سمتي كم يدير وسبيشة ما شاء الله مياهن عيد مبارك. عيد مبارك، شكرا جزيلا. طبعا يعطيك العافية، شكرا. طبعا هذا الشاب يعني يكون أيضا بمساعدة الطباخ في تحضير الطعام، ويقوم أيضا بتهنئة المسلمين، ويقول أنه نهاية رمضان قد بدأت يعني بهذه الليلة بإذن الله تعالى، وهي ليلة 27. ويقول أيضا يقدم التهاني بمناسبة العيد الفطر السعيد، ويقول كل عام وانتم بخير. ها هي بدأت تحضيرات الوجبات لوضعها على هذه ال أيها المشاهدون الكرام، وبهذه المناسبة قمنا بهذه التغطية كما عودناكم في كل مرة وكل عام أن ننقل إليكم هذه التغطيات، وخاصة هذا المسجد. كما قيل في الحديث أنه أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تكونون بسلام. نشكر إمام هذا المسجد وخطيب هذا المسجد الرابطة البرازي على هذا الذي يقوم بهذا العمل، وأيضا يقوم بعمل جمع المسلمين حول مائدات الفطار في كل عام من ليالي رمضان، وخاصة ليلة القدر في كل عام. نقول للجميع كل عام والجميع بألف خير. دمتم في رعاية الله وحفظه. ليلة 27 من رمضان عام 1444 هجريا، 17 من أبريل 2023، مسجد الرابطة الإسلامية، كوبنهاجن، الدنمارك، لشبكة راديو عربة الدنمارك الخاصة. أبو الأمين أحييكم في رعاية الله، دمتم وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير. شكرا شكرا افتخار. شكرا شيف. حط واحدة عادية، حط واحدة عادية. هذا فوق يعني مشكل فان ميلون وبنانا و اس فان ميلون ديت سبايسي تو فير فير ديت تو فور سمثينج سي تو فير ديت فور سمثينج من هوم تن هوم. ثانك يو فيري ماتش. باكستان بنغلاديش على حسابك الخاص. شكرا وادي اوكي. عند يعني هذا يعني يحضر هذه الفواكه والأطعمة في على حسابه الشخصي من هذا الشخص من بنغلاديش. هد بكلمة إلى الشيخ بهاي المناسبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيه الخير الشيخ البرازي اللي بطعم هالناس، وبارك الله فيه، وإن شاء الله صيام مقبول وافطار شهي للصائمين بمناسبة 27 رمضان وهي ليلة القدر، ونرجو من الجميع أنه يجتمع في هذه الفضيلة. أشكرك جزيل الشكر أبو داود. إذن من أمام مسجد الرابطة قمنا بهذه التغطية، ونقلنا إليكم أجواء تحضيرات لليلة القدر،
وتناول طعام الفطار هذه الليلة، وأيضا التحضيرات لطعام السحور أيضا. نشكر الجميع، وكما ذكرت افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الناس نيام، تعيشون بسلام، دمتم في رعاية الله وحفظه. لشبكة راديو عربة الديناميكا الخاصة، أبو الأمين يحييكم من أمام مسجد الرابطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، 17 من أبريل 2023، السادس والعشرون ليلة 27 من رمضان هذا العام 1444 هجريا. صياما مقبولا، طعاما شهيا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلى اللقاء.